بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الكرام في كل مكان، طلاب العلوم البيولوجية والعلوم الصحية. طلابنا الكرام، نبدأ اليوم في تسجيل سلسلة من المحاضرات تحت عنوان رئيسي Principles of Human Physiology، أساسيات فيسيولوجيا الإنسان أو أساسيات علم وظائف الأعضاء بالنسبة للإنسان، ومفردات هذا المقرر ومحتوى العلمي إن شاء الله تعالى يناسب عدد كبير جدا من طلابنا الكرام في السنوات الأولى للمرحلة الجامعية في كليات العلوم والتربية والعلوم الصحية الذين يدرسون العلوم البيولوجية وخصوصا علم وظائف الأعضاء. كذلك المادة العلمية اللي موجودة، بما ان احنا بنتكلم عن principles او اساسيات، فممكن جدا تفيد طلابنا الكرام في الثانوية البريطانية GCSE، كمان طلابنا في الامريكان دبلومة اللي بيدرسوا موضوعات قريبة من الموضوعات اللي احنا هنتطرق اليها، كذلك طلابنا في الثانوية العامة اللي بيدرسوا البيولوجي باللغة الإنجليزية وبيدرسوا جزء مهم جدا عن الفسيولوجي، بس ما بيدرسوهوش بكلمة بمفهوم كلمة فسيولوجي أو وظائف أعضاء، بيدرسوه تحت الكلمة العامة اللي هي كلمة بيولوجي أو أحياء. وبالتالي إن شاء الله تعالى نستعين بالله أن يكون محتوى العلمي ومفردات هذا المقرر تناسب هذه المجموعة المتنوعة من طلابنا الكرام، علشان إن شاء الله تعالى نرغبهم في حب علم البيولوجي، حب علم الفسيولوجي، خصوصا إذا كان طلابنا في مرحلة GCSE أو الأمريكان دبلومة أو الثانوية العامة يبحثوا عن طموح كبير في الالتحاق بالكليات الصحية، كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي وكليات العلوم طبعا. فإن شاء الله تعالى بنستعين بالله إن تكون المادة العلمية شيقة، هنستخدم فيها صور كتير، هنستخدم فيها أنيميشن قدر المستطاع، هنستعين بجداول، هنستعين بأشكال توضيحية حتى يسهل علينا وعليكم توضيح ومفهوم المادة العلمية اللي هنتكلم فيها عن وظائف أعضاء أجهزة الجسم بمكوناتها المختلفة. وإن شاء الله تعالى هيكون المقرر متنوع وممتد على عدد من المحاضرات، وفي كل محاضرة هنضع العنوان الرئيسي للمحاضرة، وقد تشمل أو يشمل العنوان أكثر من محاضرة. يعني مثلا ما نتكلم عن النيرفوس سيستم، الجهاز العصبي، هنتكلم عن نيرفوس سيستم في أكتر من محاضرة، فهنقول جنب كل محاضرة بارت 1 أو بارت 2 عشان طلابنا يسهل لهم بسهولة الانتفاع بالمحاضرة مباشرة بدون البحث عن المحتوى العلمي لكل مكون أو لجميع المحاضرات اللي هي خاصة بالprinciples of human physiology. كمان إن شاء الله تعالى ننتظر منكم تعليقات أو فيدباك عشان نحسن من هذا الأمر ونجود فيه، نطور فيه حتى يستفيد منه طلابنا في كل المستويات العلمية اللي بتدرس علم البيولوجي. وزي ما قلنا هنعمل فوكس عن علم الفسيولوجي اللي هو علم وظائف الأعضاء. كمان بنضيف حاجة، معلش ده السلايد الأول اللي بيبقى فيه دايما شرح للي بينضم لينا لأول مرة أو هينضم لينا بعد كده، إن المحتوى العلمي كله الشرح باللغة الإنجليزية، والمادة العلمية مكتوبة في السلايدز كلها باللغة الإنجليزية والأشكال والرسومات وخلافه، ولكن إحنا هيكون عندنا الشرح بلغة عربية ولغة إنجليزية تيسيرا لطلابنا الكرام في مصر وفي الوطن العربي، لأن إحنا مش عارفين، لأن إحنا عارفين إن اللغة الإنجليزية مش اللغة الأم بالنسبة لنا، لكنها لغة العلم وفيها المعلومات الجديدة اللي بنحصل عليها من الأبحاث، ولكن إحنا برضو مطلوب مننا نعرب ومطلوب مننا إن إحنا نشرح باللغة العربية حتى يكون المفهوم أبسط وأوصل لطلابنا،
وانا عارف ان انتم ما شاء الله متفوقين واللغة الانجليزية لا تشكل عائق بالنسبة لكم، وكمان اللغة العربية ان شاء الله تعالى هيكون الشرح بيها اسهل واوضح، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وان يكون علما ينتفع به لنا ولكم، وعمل صالح لنا الى يوم الدين ولكل اهالينا وامة المسلمين. بعد الشريحة الأولى بنبدأ في التعرف على محتوى هذه المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم طلابنا الكرام هنسجل آخر سلسلة في مجموعة محاضرات الغدد الصماء، وهنتكلم عن الأدرينال جلانس، الغدد الكظرية. الغدد الكظرية من الغدد الهامة جدا في جسم الإنسان والفقريات عموما، وزي ما احنا شايفين موقعهم اللي هو باللون الاصفر او اللون الذهبي، شكل هرمي، موجودين فوق الكليتين اليمنى واليسرى. وهنتعرف على التركيب واهم الهرمونات اللي بتفرزها هذه الغدد، اللي بتعتبر من الغدد الرئيسية في حالات تجهيز الجسم للسترس او للضغوط اللي ممكن يتعرض ليها الجسم، سواء كانت ضغوط طبيعية أو ضغوط غير طبيعية. There are two adrenal glands, may be known as suprarenal glands. ليه؟ لأن هما موجودين فوق التو كيدنس، ودي الكيدني اللي بتعتبر الرينال تيبيول بتاعتنا. Once situated at the superior pole of each kidney، كل واحدة فيهم موجودة على ال superior pole اللي هو القطب أو القمة بتاعة كل كلية، وزي ما احنا شايفين الشكل بتاعهم لونهم مختلف عن الكليتين، شكل هرمي للتركيب بتاعها اللي هنعرف من الداخل عبارة عن ايه. وكل غدة في الحقيقة مكونة من two parts، each gland consists of two parts، one outer yellow cortex، هنعدي الكورتكس اهو تمام، و inner layer او طبقة داخلية او طبقة تحاط بها الكورتكس، هذه الطبقة بتسمى المظلة او النخاع. الكورتكس يعني القشرة، والمظلة يعني النخاع. ده التركيب البسيط من ناحية التشريحية، وطبعا هنا تحت منطقة الكدني او منطقة الكلية. هنعرف تفاصيل اكبر عن هذا التركيب، منطقة القشرة بتتكون من ايه، ومنطقة المظلة بتتكون من ايه، وايه الهرمونات اللي بتفرز من هاتين المنطقتين. The two parts of the adrenal glands اللي هما الكورتكس والمظلة are histologically and physiologically two different endocrine glands. يبقى نخلي بالنا من العبارة البسيطة دي اللي فيها معلومات كتيرة، ولكنها عبارة زي ما بقولوا مختصرة تجمع لينا فكرة مهمة جدا. ايه هي الفكرة؟ ان كل adrenal gland، احنا عندنا اتنين زي ما قلنا، كل واحدة منهم بتشمل منطقتين، منطقة الكورتكس ومنطقة المظلة. نبص هنا على الشكل ده، ادي الشكل الهرمي اللي احنا قلنا عليه، ودي الادرينال جلاند، ودي الكليه. لو كبرنا شويه هنلاقي المنطقه الخارجيه اللي هي تسمى الكورتكس، مكونه من ثلاث طبقات خلويه هنعرفهم مع بعض، ثم الهرم الصغير الداخلي اللي هي منطقه المظله. ولذلك الجمله بتقول لي ان كل غده من دول من الادرينال جلاند are histologically and physiologically two different endocrine glands. ليه histologically؟ لأن منطقة الكورتكس بتتكون من مجموعة معينة من طبقات الخلوية مختلفة تماما فيما بينها، يعني المنطقة دي غير المنطقة رقم 2 الوسطى غير المنطقة رقم 3 الداخلية. كمان منطقة المظلة تختلف أيضا من ناحية التركيب الهيستولوجي. يبقى التركيب الخلوي
يعتبر عندي غدتين، غدة تمثل منطقة الكورتكس بالتلات أشكال مختلفة من الخلايا، والغدة التانية اللي هي منطقة المظلة. ده من ناحية الهيستولوجي. طب من ناحية الفيسيولوجي اللي هي الفانكشن اللي هي الوظيفة، طبعا أتوقع طالما عندي تركيب مختلفة رب العالمين خلقها بهذا الشكل، يبقى كل تركيب له ميزة، له وظيفة، له عمل هيعمله. وكلمة فيسيولوجي زي ما قلنا هو الوظيفة اللي دايما بنكرر لطلابنا الكرام. ولذلك العلماء بيعتبروا كل أدرينال جلاند من الاثنين، كل واحدة عبارة عن غدتين مختلفتين، وعرفنا الاختلاف منين، التركيب والوظيفة، وهنفهم ده أكتر لاحقا. منطقة الكورتكس اللي قلنا فيها ثلاث أنواع من الخلايا، أول منطقة ننزل كده تحت على الشكل اللي فيه رسم توضيحي للخلايا، دي المنطقة بتاعت الكورتكس، المنطقة اللي فيها الثلاث أنواع من الخلايا. أول نوع بيسمى زونا جلوميرولوزا، وتاني منطقة تسمى زونا فاسيكولاتا، وتالت منطقة تسمى زونا ريتيكولاريس. يبقى أول منطقة نشوف شكل الخلايا بتاعتها، هناخد خلية ونكبرها كده، هنا شكل الخلايا خلية ونكبرها، هنا شكل الخلايا وخلية ونكبرها. يبقى عندي ثلاث أنواع من الخلايا في منطقة الكورتكس فقط. منطقة المظلة دي الخلايا بتاعتها، ودي الخلايا بسمى كروموفين سيلز، ومختلفة تماما عن الثلاث طبقات دول. طيب المنطقة الأولى اللي هي زونا جلوميرولوزا بتفرز إيه ومسؤولة عن تكوين هرمونات وإخراجها، هنتعرف عليها. المنطقة الوسطى ثم المنطقة الداخلية. الكورتكس عموما الثلاث نوع أو الثلاث أنواع من الخلايا دول بينتجوا produces and secretes steroid hormones، بيفرزوا وينتجوا النوع اللي بنسميه الهرمونات الدهنية أو الاسترويدية. ونفكركم لما درسنا أنواع الهرمونات عندي ثلاث أنواع اللي هي simple amines، peptides and proteins، والنوع الثالث اللي هو الاستيرويد. فهنا بنتعرف على الاستيرويد هرمونز بتفرز من منطقة الكورتكس أو من الثلاثة layers، ثلاث طبقات من الخلايا دول. كويس. while the medulla manufacture and secretes catecholamines، المظلة دي بقى اللي هي المنطقة الداخلية اللي عندي هنا دي بتفرز مجموعة من الهرمونات اسمهم على بعض، اسمهم مجمع كاتيكولامينز، وهنعرف الكاتيكولامينز دول بيتكونوا من ايه. يبقى انا هنا الجملة التانية وضحت لي اكتر كلمة الاختلاف في التركيب الهيستولوجي الذي ينتج عنه اختلاف في الوظائف بسبب نوعيات الهرمونات التي تفرز. مجموعة الهرمونات من الكورتكس ستيرويد، مجموعة الهرمونات من المظلة أمينز اللي هي الكاتيكولامينز. يبقى سبحان رب العالمين عندي مجموعات من الخلايا في تركيب يبدو تركيب واحد متكامل اللي هو الأدرينال جلاند، ولكن تنوع الخلايا سبحان رب العالمين ينتج عنه تنوع في نوع المواد اللي بتنتجها وتفرزها، واختلاف كبير في التركيب وبالتالي اختلاف في الوظائف. طيب هنخش اعمق شويه. قلنا المنطقه الاولى اللي هي الزونا جلوميرولوزا دي بتنتج نوع من الهرمونات يسمى مينيرالو كورتيكويدز. والاسم ده يا شبابنا مقسم، كلمه مينيرال كورتيكويد، مينيرالو يعني من المينرالز، بيشتغل على المينرالز، كورتيكويدز من الكورتكس. وده أشهر هرمون في هذه المجموعة، هي مجموعة ولكن أشهرهم دراسة اسمه الألدوستيرون، هنتكلم عنه. ثم المجموعة الوسطى اللي هي تبدو أكبر شوية من ناحية التركيب، خلايا بتاعتها اللي هي منطقة الفاسيكولاتا تنتج الشهير جدا الكورتيزول اللي هو من ضمن مجموعة الجلوكو كورتيكويدز. جلوكو يعني له شغل على مين؟ أيوة سكريات، وقلنا كورتيكويدز جاي من منطقة الكورتكس. منطقة الأخيرة من طبقات القشرة اللي هي منطقة الزونا ريتيكولاريس، وبتنتج لي حاجة اسمها 6 هرمونز الأندروجينز، ودي هنعرف ميزتها إمتى بتبقى مهمة لينا. يبقى التلاتة لير ستيرويد هرمون، عرفنا كل منطقة هتطلع إيه سبحان الله.
ثم المنطقة الداخلية اللي هي منطقة المظلة بتطلع لي كاتيكولامين، خليط من اتنين هرمون البرايمري فيهم او الاساسي فيهم يسمى الابينفرين، وهذه الخلايا بيتم تحفيزها او التحكم فيها من خلال عصب سمباساوي بيجي لها زي ما انتم شايفين. اذا كانت تدققوا معانا شويه، العصب اهو هو اللي بيعملها تحفيز عشان تفرز ايه؟ تفرز الابينفرين. طبعا ده هنا المدلة ريفين اللي هو هيتم افراز فيه الهرمونات، لان زي ما قلنا الدم هو الوسيله الوحيده لنقل اي هرمون في جسمي. نقل الصورة اللي جنبها هنا بالكلام اللي موجود هنا بنحاول ان احنا نطبقه عندنا. ادي المنطقة بتاعة الكورتكس، منطقة الكورتكس عندي اللاير الخارجية مينرالو كورتيكويدز الاشهرهم الالدوستيرون، المنطقة الوسطى اللي هي دي الجلوكوكورتيكويدز اشهرهم الكورتيزول، المنطقة الداخلية اللي هي شوية بني غامق سنة كده اللي هي الاندروجينز اللي هي الاستروجين والتستوستيرون اللي هي السكس هرمونز، منطقة المظلة الداخلية الكاتيكولامينز اللي هي الابينفرين والنور ابينفرين او الاسمين المتبادلين ادرينالين ونور ادرينالين مع بعض البيبتايد زي الدوبامينز، ودي ليها شغل او ليها كلام بالعلماء بتدوا يتكلموا عليه من ناحية الكمية بتاعت الدوبامينز وبعض البيبتايدز الاخرى، لكن الاشهر عندي الادرينالين والنور ادرينالين. ولو نقلنا هنا كمان صورة جميلة هنا بتقول لي ان المناطق الثلاثة اللي موجودين عندي ادي الصوديوم والبوتاسيوم يبقى دول مين؟ الشغل بتاع المينرال كورتيكويدز. الجلوكوز يبقى الشغل بتاع مين؟ بتاع الجلوكو كورتيكويدز. السكس هرمونز اللي هو التستوستيرون والاستروجين يبقى الشغل بتاع مين؟ المنطقة الداخلية. يبقى الهرمونات المتنوعة من منطقة الكورتكس تبقى ستيرويد هرمون، والهرمونات من منطقة المظلة سيمبل أمين هرمون. نبدأ نتكلم نبذة تفصيلية بسيطة عن كل منطقة. اتفقنا بقى عندي الأدرينال كورتكس هعتبرها غدة لوحدها، والأدرينال مظلة هعتبرها غدة لوحدها. أدرينال كورتكس سكريت 3 تايبس اوف هرمونز اللي احنا اتكلمنا عليهم، هنبدأ بأولهم وأشهرهم وظائف متعددة اللي هو مجموعة الجلوكو كورتيكويدز. وقلت لكم كلمة جلوكو جاية من شغل على الجلوكوز الجليكوجين أي سكريات، كورتيكويدز منطقة الإيه؟ القشرة. أشهر هرمون في هذه المجموعة بعض العلماء والكتب قالوا هي 40 مركب تقريبا، أشهرهم الكورتيزول. السكريشن اوف كورتيزول، سكريشن اوف كورتيزول او الجلوكوكورتيكويدز عموما، وبيحصل له كنترول بايه بقى فاكرين؟ باي ذا اكشن اوف ادرينو كورتيكو تروفيك هرمون اللي هو الاي سي تي اتش. بيفرز منين؟ من الانتيريور بيتوتري جلاند، وده بيروح على الادرينال كورتكس. شوفوا خلينا مركزين، بيروح على مين؟ الكورتكس، ملوش دعوه بالمظله خالص. المظله افرازها بتحكم تاني خالص، هو تحكم عصبي سمباساوي. هنا التحكم ايه بقى؟ التحكم بتوتري جلاند. قبل البتوتري جلاند طبعا في عندي هايبوثالاموس، واتكلمنا وشرحنا الكلام ده قبل كده. فوق هنا الهايبوثالاموس بتفرز ادريكو كورتيكو ريليزنج هرمون، هو اللي بيأثر في الانتيريور بتوتري جلاند عشان تفرز في ايه؟ عشان تفرز الاي سي تي اتش. اي سي تي اتش يمشي التارجت بتاعه الكورتكس بتاع الادرينال جلاند، وده سكريشن اوف كورتيزول او مجموعه الكورتيكو ستيرويد. يبقى ده التاثير من خلال بقى الفيدباك او النيجاتيف فيدباك لوب زي ما احنا شايفين السايكل. كلما زاد تاثير الاي سي تي اتش وافراز كميه كبيره من الكورتيزول كلما تدي نيجاتيف سيجنال عشان نوقف الايه؟ الاستيميوليشن. ما زلنا مع الكورتيكوستيرويدز. كورتيكوستيرويدز او الكورتيزول مينلي اكزيرت ميني اكشن اون ا وايد رينج اوف تيشو. هنوضح ده بالصور عشان تبقى المعلومه ابسط ليكم. يعني بمعنى ان الكورتيزول تاثيره واسع المجال، تاثيره على تيشوز كتيره وظايفه متعدده، ولذلك هذا الهرمون مهم جدا جدا في الاستجابه زي ما قلنا للستريس. زي ما احنا شايفين كده من ضمن المحفزات لإفراز هرمون الكورتيزول من الأدرينال كورتكس محفزات الستريس.
أي متغير مفاجئ جسمي بيشعر به، حتى الديورنال ريسم اللي هو تغير الليل والنهار واللي بيسموه الساعة البيولوجية سيركاديان ريسم، بيؤثر على كميات هذا الهرمون اللي هو الكورتيزول ما بين الليل والنهار. فلما بيكون عندي استرس معين زي ما قلنا، أول منطقة بتشعر به في المخ جهاز عصبي مركزي منطقة الهايبوثالاموس اللي ليها كنترول عالي على ايه منطقة الانتيرو بيتوتري جلاند من خلال افراز مجموعة من الريليزنج هرمون. هنا عندنا التارجت بتاعنا الادرينال كورتكس، فهنا الريليزنج هرمون اسمه ايه؟ كورتيكو ريليزنج هرمون. ده نتيجة الاسترس اثارة لجهازنا العصبي، يفرز هذا الهرمون يمشي في الدم يروح على منطقة الانتيرو بيتوتري جلاند للخلايا المتخصصة في افراز الـ ACTH اللي هو ادرينال كورتيكو تروفيك هرمون اللي شفناه في الصورة اللي قبل كده، هينزل على الادرينال كورتكس طبعا من خلال الدورة الدموية عشان تخليها تفرز كميات كبيرة من الكورتيزول. هذا الكورتيزول هيأثر على ايه بقى؟ البرودكتيف سيستم، تمام؟ نيرفس سيستم، الليفر، الاديبوز تيشو، المسلز والسكيليتال سيستم، كارديوفاسكولار سيستم والاميون سيستم. يعني تقريبا بيؤثر على 6 اجهزه من جسمنا وتداعياتها على الاجهزه الاخرى، ودي اللي بيسموها الجلوكو كورتيكويد فيسيولوجي. طبعا زي ما احنا عارفين ان في فيدباك، كلما زاد الكورتيزول في الدم بيدي اشاره عشان يوقف المنبع الرئيسي للاثاره واشاره اخرى للمنبع المتوسط للاثاره بتاثيره على الهايبوثالاموس او الانتيريور بيتوتري جلاند، النيجاتيف فيدباك اللوب اللي شرحناه قبل كده. في صوره ثانيه كمان بتوضح لنا ال various effects of كورتيزول على الاعضاء اللي احنا قلنا او الاجهزه بتاعه جسمنا، كارديوفاسكولار سيستم على الليفر، على الدايجيشن والاستومك، على الكاردياك سوري على منطقه السكيليتال ماسل، على المنطقه بتاعه الفيدباك طبعا مع البيتوتري جلاند ومع الهايبوثالاموس ومنطقه البرين، مع تاثيراته المتنوعه على الاميون سيستم. ما زلنا مع الادرينال كورتكس. الجلوكوكورتيكويز او الكورتيزول عموما له وايد اكشن على ديفرنت تايبس اوف تيشو زي ما قلنا. المين اكشن اوف جلوكوكورتيكويز اون كربوهيدرات ميتابوليزم، اون كربوهيدرات ميتابوليزم عشان كده الاسم جلوكوكورتيكويز. از كونسرند ويز ذا مينتنس اوف ذا ريزيرف اوف جلايكوجين ان ذا ليفر. ده مهمته الرئيسيه انه يحافظ على مخزون ومحتويات الجلايكوجين في الليفر عشان تبقى مصدر للجلوكوز في حالة نقصه في الجسم. فدائما وأبدا بتحاول توفير جلايكوجين من مصادر كتيرة، هنشوف مع بعض مثال كده، من مصادر غير كربوهيدراتية بيسموها مصادر دهنية أو بروتينية، عشان دائما وأبدا جسمي محتاج جلوكوز في فترات معينة. لو ما فيش جلوكوز بيجي من الطعام الخارج بأستهلك الجلايكوجين اللي موجود في الليفر. طب خلصت على الجلايكوجين، بيحاول الكورتيزول أنه يدور على مصادر يحولها إلى جلايكوجين ومن ثم إلى جلوكوز. This also involves the regulation of the amount of glucose in the blood، ولذلك الشغل بتاعه للتحكم في او لتنظيم مستوى الجلوكوز في الدم، since glucose is stored as glycogen، لان ده المصدر الرئيسي لاي جلوكوز مخزون في جسمي. كمان الجلوكوكورتيكويدز raise blood sugar level by stimulating the conversion of protein into sugar. شوفوا بقى بيحول مين لمين؟ بيحول البروتين للشجر، والعملية دي زي ما انتم يمكن درستوا اسمها جلوكونيوجينيسيس. جلوكونيوجينيسيس اللي هو تخليق او تصنيع الجلوكوز او الشجرز من مصدر غير كربوهيدراتي اللي هو هنا عندي هيبقى مين؟ البروتين. طبعا هنا بيلجأ الجسم لهذه الحالة او لهذا الوضع الفسيولوجي في حيزة الكبيرة انه يذهب على طول على كل البروتينات اللي موجودة والخلايا غنية بالبروتينات ويبتدي يعمل عملية
حاجه اسمها دي امينيشن للامينو اسيدز، يشيل منها الامين جروب عشان تبقى افيلابل انها تخش في السايكل اللي تديني جلايكوجين. وطالما يبقى عندي جلايكوجين اقدر بعد كده بسهوله اعمل له ايه بقى؟ جلايكوليسيس، عشان ابتدي ان انا احط جلوكوز عندي في الدم وارفع نسبه الجلوكوز في الدم. They also inhibit the uptake of glucose into peripheral tissues، وفي نفس الوقت بيعمل شغلانه ثانيه مع زياده الجلوكوز في الدم من مصادر مختلفه، بيعمل انهبيشن اي تثبيط ومنع لاستخدام الجلوكوز في البريفرال تيشو اللي هي المسلز باي انتاجونايزنج ذا اكشن اوف انسولين، وده بيعمل شغل ضد الانسولين لان الانسولين بيساعد على استخدام الجلوكوز في البريفرال تيشو المسلز، ده شغله الاساسي. هنا بيعمل انتاجونيستك افكت الكورتيزول عشان عايز يوفر الجلوكوز لحاجات اهم زي الهارت وزي البرين. فبشوف عندي هنا في الصورة دي، أرجو إن هي تكون واضحة قدامكم، صورة جميلة بتوضح لي تأثير الكورتيزول مقارنة بالإنسولين، لأن الاتنين زي ما احنا عارفين إيه؟ بيشتغلوا على الشجر، بيشتغلوا على الجلوكوز، فده بيعمل إيه وده بيعمل إيه؟ ده مهم جدا من ناحية الفيسيولوجي إن احنا ناخد فكرة عنه. فالميتابوليك افكت اوف كورتيزول حطينا على جنب، أو اللي عمل الصورة جزاه الله خير، وضع لينا على جنب تأثيرات الكورتيزول مقارنة بتأثيرات الإنسولين. فهنا schematic view، شكل تخطيطي of the opposing effect للتأثير المعاكس من ناحية لو قارنا تأثير الكورتيزول والإنسولين على إيه بقى؟ على الجلوكوز والليبيد والبروتين اللي هو الثلاث مكونات الرئيسية اللي موجودين في الطعام اللي بناكله. يبقى جلوكوز والليبيد وميتابوليزم، هنشوف هنا الإنسولين بيعمل إيه والكورتيزول بيعكسه في إيه. فين بقى؟ في المنطقتين المهمين جدا في جسمنا اللي بيستهلكوا هذه المواد بكثرة، سكيليتال مسل والليفر والأديبوز تيشو اللي هي الخلايا أو الأنسجة الدهنية اللي بيتخزن فيها أي شوجر زيادة أو أي فات زيادة. فبلاقي هنا عندي مثلا لو قارنا في الجزء الأول أو العلو من السكيم، بلاقي هنا عندي الكورتيزول بيعمل إيه؟ الأسهم اللي هي لتحت هتبقى إيه؟ بتعمل نقص، والأسهم اللي فوق بتعمل زيادة زي ما أنتوا عارفين. فبلاقي الكورتيزول بيعمل زيادة في الجلوكوز أبتيك. فين؟ في المصل، في السكيليتال المصل. الإنسولين هيعمل إيه بقى؟ زيادة. يبقى هنا بيعمل نقص في الأبتيك، أبتيك يعني استهلاك السكيليتال المصل للجلوكوز، يمنع دخول الجلوكوز السكيليتال المصل. الإنسولين بيعمل العكس، إن هو بيساعد على تمام دخول الجلوكوز اللي هو الأبتيك، جلوكوز أبتيك، والسهم اللي طالع لفوق في السكيليتال المصل تستخدمه كمصدر للطاقة. هنا عندي الكورتيزول بيعمل ايه بقى؟ بيعمل تحليل للجلايكوجين اللي متخزن في المصل اوريدي عشان يخليها تشتغل، لان احنا عارفين المصل فيها كفاءه ان هي تخزن جزء من الجلايكوجين، طبعا هو اقل من الليفر كتير ولكنه عشان يستهلك في حاله الانقباضات المفاجئه. هنا طبعا طالما بيدخل الانسولين بيدخل الجلوكوز فهيزود كميه الجلايكوجين اللي بتتخزن، يبقى هنا ده بيزود الجلايكوجين اللي بيتخزن في المصل عشان الحاجه المفاجاه او الانقباضات المفاجاه، هنا بيقول له استهلكه لان انا همنع عنك الجلوكوز. ثم يجي الجزء البروتين، هنا بيقلل البروتين سينثيسيس في المصل، الانسولين بيزود البروتين سينثيسيس. بروتين سينثيسيس يعني ايه؟ اللي هو تخليق مزيد من البروتين اللي هو زياده في اللايف في المصل فايبرز عشان زياده في حجمها. ثم ازيد بقى من كده في النسبه للبروتين، كورتيزول هيعمل بروتين بريك داون، في حين الانسولين هيقلل بروتين بريك داون. بروتين بريك داون يعني ايه؟ تكسير البروتين. طب ليه الكورتيزول هيكسر البروتين اللي بناه الانسولين؟ هنا الانسولين بنى بروتين، هنا الكورتيزول هيكسره ليه؟ نرجع للعباره دي اللي هي بيعمل ايه بقى؟ كونفرجن اوف بروتين انتو شوجر. هو منع الشجر انه يخش هنا، الشجر الطبيعي عشان زي ما قلنا وفروا البرين والهارت، لكنه هيعوض العضلات انه يكسر فيها البروتين اللي موجود ويحوله ايه بقى؟ تمام، يحوله الى شوجرز عشان، ودي العمليه جلوكونيوجينيسيس، عشان يساعد في ايه؟ في ان العضلات تفضل الى حد ما قادره على الانقباض. ننزل للليفر، الليفر
هنا الكورتيزول هيعمل العمليه بتاعت جلوكونيوجينيسيس زي ما عملها في المصل هيعملها في الليفر ويبتدي يرجع مخزون الجلايكوجين تاني. الانسولين مهمته ايه؟ الجلوكونيوجينيسيس بيقل، الجلايكوجينوليسيس بيقل، اللايبوجينيسيس بيزيد، لايبوجينيسيس يعني تحويل الى فاتس، تحويل الشجر الزياده الى فاتس. اللايبوبروتين سينسز والبروتينات الدهنيه بيخلقها، يبقى هنا عندي عكس تماما الايه التاثير بتاع الانسولين. نيجي للخلايا الثالثه، احنا قلنا المسلز والليفر والاديبوز تيشو، ودي المخزن الرئيسي لاي فات زياده في الجسم. والفاتس الزياده من الجسم ليها مصدرين، مصدر الجلوكوز الزياده اللي ممكن ناكله، وهنا الجلايكوجين كفة في المخازن، جلايكوجين كفة في المخازن، فما زال سكر عالي في الدم، فيحصل ايه؟ الانسولين هيعمل حاجة اسمها لايبوجينيسيس. لايبوجينيسيس يعني ايه؟ يعني تخليق دهون، جينيسيس يعني تخليق زي سينسيس كده، تخليق دهون من السكر الزيادة عشان احتاجه. لو احتاجته في وقت معين هلاقي مخزن احتياطي لمادة كيميائية ممكن استخدمها في اطلاق الشجر. كمان الانسولين هيعمل ستورج للترايجلسرايد، والترايجلسرايد اللي هي الفاتس اللي بناكلها في الاكل اللي هو فاتس، مع ريليز اوف اللي هي الان اي اف اس دي كاتبينها لكم اهي، اللي هي نون استرافايد فاتي اسيدز اللي هي بتيجي من الدايجيشن بتاع الترايجلسرايد. يبقى الانسولين عنده القدره انه يكون فاتس. هلاقي بقى الكورتيزول العكس، طب انت بتكون فات، انا هحلل الفات. طب هحلل الفات بلايبوليسز، لايبوليسز يعني ايه؟ هحاول استخدم الفات زي ما استخدمت البروتين عشان تديني شجر، هحاول استخدم الفات كمصدر للطاقة برضو، او احولها الجلوكوز عشان امد الخلايا الرئيسية، الخلايا العصبية والقلب الجلوكوز اللي محتاجينه. كمان ريليز اوف ان اف اس اند ترايجلسرايدز من المخزون اللي هنا عشان برضه يستخدم في عمليات اللايبوليسيس. وبكده ميتابوليزم اوف جلوكوز ليبز بروتين، الكورتيزول بيلعب فيه دور مهم جدا انتاجونيستنج للانسولين حسب الحاله الفسيولوجيه لجسمنا، وحاولنا نلخصها باستعانه بهذا الشكل الطيب عشان نفهم العمليات دي عموما بتتم ازاي. طبعا الاليات والتفاصيل كيميكال رياكشنز بايوكيمستري بيور مهم قوي برضو لطلابنا لو بيدرسوه، نقوله لهم لاحقا ان شاء الله تعالى. بعد كده ننتقل الى المجموعة الثانية من الهرمونات اللي هي اسمها المينيرالو كورتيكويدز. وقلنا مينيرالو كورتيكويدز يعني مينيرالو يعني بتشتغل على انواع معينة من المينيرالز من منطقة الكورتكس، اشهرهم الالدوستيرون، وهذا الهرمون مهم جدا في تظبيط او عمل بالانس ما بين الصوديوم والبوتاسيوم. الرول اوف مينيرالو كورتيكويدز از تو مينتين يعني حافظ the balance between sodium and potassium. Sodium and potassium. ونفتكر مع بعض اتكلمنا ان البالانس بتاع الكالسيوم بيتحكم فيه هرمونين، واحد من الثايرويد جلاند اسمه كالسيتوناين، وواحد من الباراثايرويد جلاند اسمه ايه؟ الباراثورمون. فعندي الصوديوم والبوتاسيوم من ضمن المينرالز المهمة جدا ليها فيسيولوجيكال افكتس في حاجات كتيرة قوي، منها انتقال الاشاره العصبيه والريستنج من برين بوتنشال والحاجات دي كلها. فعندي البالانس مطلوب والهوميوستيزيس للاثنين مطلوب، وده من خلال دور المينرال كورتيكويدز او اشهرهم الالدو ستيرون ان ذا بودي از ويل از ديستريبيوشن اوف ووتر ان ذا تيشو، وكمان كميه الميه اللي موجوده في التيشو. دي لها تفاصيل كتير نبقى ان شاء الله اللي محتاج نشرح له آليات هذا العمل نشرحه له. طبعا هنا عندي بيقول لي ان المينرال كورتيكويدز اللي هي زي ما شفتوا قسمها، حتى عاملينها الصوره دي عجبتني قلت احطها لكم. مينرالو كورتيكويدز مينرالز بتشتغل على ايه؟ هرمونز ريجوليت صوديوم ري ابزوربشن اند بوتاسيوم اكسكريشن. منين؟ ايوه برافو عليكم، من الرينال تيوبيول اللي هي موجوده فين؟ موجوده في الكدني. يعني بينظم اعاده امتصاص الصوديوم و اخراج البوتاسيوم حسب الحاله الفسيولوجيه لمين؟
للجسم. وبالتالي المينرالو كورتيكويدز مهمة جدا، ميجور ناتشورال مينرالو كورتيكويدز ان هيومن، والالدوستيرون بيلعب دور مهما في البالانس بتاع الصوديوم والبوتاسيوم. يتبقى لنا في منطقة الكورتكس المجموعة الثالثة اللي هي 6 هرمونز، ودي تشمل الاندروجينز والاستروجينز، ودي مهمتها او فائدتها في الاولد ايجز، في السن الكبير اللي هو خمسينات الستينات السبعينات من عمر الانسان، لما بتكون المصادر الرئيسيه للسكس هرمون سواء كانت تستس في المان او الاوفري في الفيميل، بيحصل لها نوع من انواع التوقف او الاقلال في افراز الميجور سكس هرمونز، فبيبتدي السكس هرمونز اللي موجوده من الادرينال جلاند يكون ليها دور في ايه بقى؟ دور في الحفاظ على السكندري كاركترز للميل والفيميل. وبالتالي in old ages the internal secretion of the six glands اللي هي الجونتس سواء التستس او الاوفري stopped او بتقل تركيزات الهرمونين منها، and the adrenal cortex becomes the only source of sex hormones. وبالتالي بتصبح المجموعات دي هي الـ only source of sex hormones في الميل والفيميل، وthese hormones primary affect the secondary sex characters، يعني مثلا الحفاظ على نعومة البشرة في الأنثى، نعومة الشعر، عدم ظهور شعر كثيف في الوجه أو في الإيدين، دي اللي بيسموها secondary sex characters. حتى في الشارت ده قلت برضو نستخدمه السكس هرمونز، المنطقة اللي بتفرز منها mainly من المنطقة الداخلية من الكورتكس اللي هي زونة ريتيكولار زي ما قلنا، وبعض الكوانتيتيز البسيطة من الزونة فاسيكولاتا. ثم most of the hormones are male sex hormones، معظمها اللي هي اندروجينز، ودي لو زادت شويه في الفيميل بيبتدي يظهر تغير في السكندري كاركتر في الاولد ايج. بعض النساء كبار السن ممكن نلاقي في شعر كتير ظهر مثلا في منطقه الوجه، في مناطق معينه بتظهر عند الرجاله، لكن ظهر ليه؟ لان الاندروجينز اللي جايه من الادرينال جلاند زادت شويه. استروجين والبروجسترون ار اولسو سيكريتد باي ادرينال كورتكس بين سمول كوانتيتيز، ودول الخاصين بايه؟ بالفيميل سكس هرمونز. دي المعلومات البسيطه خاصه بالمجموعه الثالثه من الهرمونات او الاسترويد هرمونز اللي بتفرز من الادرينال كورتكس. يتبقى لينا الجزء بتاع المظله، والمظله زي ما قلنا مميزة بتركيب مختلف، وبتفرز كوكتيل يعني حاجتين كده مع بعض منهم واحد اكتر من واحد. الكوكتيل عبارة عن ايه؟ mixture of catecholamines، عبارة عن ادرينالين وده الميجور او المين هرمون مع شوية نور ادرينالين. الاسمين المرادفين ابينفرين كتب الامريكية بتكتبه، والنور ابينفرين للنور ادرينالين. Release of catecholamines from the medulla is controlled by sympathetic nerves. يبقى هنا الجهاز العصبي السمبثاوي هو المين كنترولر لتحفيز الادرينال مضلة عشان تفرز مين؟ ايوه برافو، عشان تفرز مجموعة الكاتيكولامينز. نبص يمكن على الشكل ده كده ببساطة يوضح لنا، لان احنا قلنا ان الكورتكس اللي هي بره دي ها التحكم فيها بواسطه الهايبوثالاموس انتيريور بيتوتري اكسس اللي هو محور الهايبوثالاموس مع الانتيريور بيتوتري من خلال افراز الاي سي تي اتش، يبقى دي الكورتكس. طب المظله منفصله تماما، مظله تاثير او التحكم فيها نيرف عصب زي ما احنا شايفين العصب ده، وهو عصب سمبثاوي، جهاز السمبثاوي ده السمبثيتك ترانك من منطقه السباينال كورد من التي 8 للال 1، وده بيمشي مش هنحفظ ده، لكن انا يهمني ان اشوف النيرف اللي جاي عندي اللي هو الثوراسيك سبلانشيت نيرف اللي هو النيرف السمبثاوي واصل لغايه خلايا المظله، وخلايا المظله لما بيجي لها ستيميوليشن بتاع السمبثيتك نيرفس سيستم تبتدي تفرز الابينفرين والنور ابينفرين اللي هم الادرينالين والنور ادرينالين اللي هم الاثنين مع بعض قلنا عليهم ايه؟ الكاتيكولامين. يبقى التحكم هنا عصبي بحت،
وده مهم جدا، هندي مثال سريع له. مدلل سكريشن ريزلتس فروم ايموشنال رياكشن، وبالتالي السكريشن بتاع المدلل دائما وابدا طالما له علاقه بجهازنا العصبي اللا ارادي يبقى له علاقه وثيقه باي ستريس، بالذات في الايموشنال رياكشن اللي هي الضغوط العصبية الانفعالية لمواقف معينة، سواء بالمشاهدة، بالسمع، صوت عالي، عراك، خناق، حركة مفاجئة، تفكير معين، كل دي emotional reactions و stressful circumstances. لو هنشوف مع بعض كده في الصورة اللي عندنا، بيتكلم على مثال مثلا قائد الطيارة بيحصل ايه في جسمه لو تعرض لموقف مفاجئ. بيحصل excessive release of adrenaline. Adrenaline is secreted immediately. Immediately منين بقى؟ من منطقة المضلة. نتيجة ايه؟ نتيجة innervation من sympathetic nervous system. ليه؟ لان لما بيحصل ان الطيار ده او البايلوت whose aeroplane malfunctions، لما الايروبلين او الطياره بتاعته يحصل لها خلل مفاجئ، محرك عطل، فجاه الاجهزه مش شغاله، فهو على طول بيبتدي يبقى alert. alert يعني ايه؟ يعني في حاله حذر شديد، في حاله موقف يستلزم منه emotional reaction، ثم يستلزم منه تصرف في الوضع بتاع stressful circumstances. هيعمل ايه؟ جسمه يساعده، سبحان الله. النيرفوس سيستم اول حاجه يشعر بهذا الامر لما الطيار يشعر بصوت، يشعر بحركه غريبه في الطياره، فيبتدي النيرفوس سيستم بتاعه يستجيب، لان هو ده قلنا اسرع جهاز عندي ممكن يتحكم في الاستجابه السريعه، فيرسل اشاره سمبثاويه لمين بقى؟ للادرينال مضل، عشان تطلع كم كبير من الادرينالين. ذيس هرمون اللي هو الادرينالين سينس مور شوجر اند بلاد تو ذا برين. الأدرينالين بقى من ضمن وظائفه المهمة إن هو يعمل ريليز لكمية سكر كتير اللي متخزنة في الجليكوجين في الليفر استعدادا لهذا الموقف، فيبعث كمية كبيرة من الشجر للإيه؟ البرين، المخ اللي هياخد قرارات وهيحاول يتغلب على المشكلة ويحاول يجد حل ويحاول يساعد الطيار في إنقاذ الطائرة. يبقى البرين هنا محتاج ايه؟ شوجر وبلاد سبلاي. يبقى مع الشوجر اللي جاي من الجلايكوجين البلاد سبلاي ده لازم يزيد، وده هيخلي ايه؟ الهارت ريت عالي، معدل انقباض القلب عالي، تنفس عالي، كل ده محتاجه البرين، سبحان الله. عشان ايه؟ عشان يبتدي ياخد الاكشن، ميكينج ذا بايلوت مور اتنتيف، يخلي بايلوت ايه؟ اكتر حذرا واكثر تصرفا وسرعه في التصرف. طبعا ده بالتدريب بيجي، التدريب، عشان كده الطيارين بيتدربوا على المواقف دي كتير تحت الارض وفوق الارض، سوري مش تحت الارض يعني على الارض في اماكن معينه، بحيث يزود كم الادرينالين. يعني الطيارين تلاقي عندهم كم الادرينالين اكتر مننا كتير. الفايترز اللي هم بيقاتلوا في الحروب بيتدربوا على اصوات المدافع والصواريخ ويشوفوا الدم، اعوذ بالله، بس يعني بشبه لكم، بحيث ان هو دايما وابدا الادرينالين عنده عالي. المصارعين اللي بيتضربوا كتير دول والملاكمين الادرينالين عنهم عالي عنا، ليه؟ لان هو ده اللي بيساعده عشان يتغلب على المواقف اللي دايما وابدا شغله او طبيعه تعامله بتحطه فيها. هيز بلاد، قصده هنا البلاد بتاع الطيار، هيز بلاد بريشر اند heart beat increase، عشان ازود بقى، بزود الدم اللي رايح للبرين والعضلات كمان وكل المناطق اللي محتاجه مني شغل عالي. making him more alert، بيبقى متيقظ قوي قوي زياده عن الوضع الطبيعي. these are only a few of the changes that adrenaline causes in the pilot body، ودي من ضمن الحاجات البسيطه اللي بيعملها الادرينالين في جسم هذا الطيار في حالة تعرضه للخطر الشديد. وده مثال بنحطه معانا عشان نشرح ايه الاموشنال رياكشن والستريس والسيركمستانسز اللي بتخلي جهازنا العصبي يفرز هرمونات ترجع تاني تمد الجسم بطاقة كبيرة جدا للبرين وباقي الجهاز العصبي والعضلات. In general the hormones of the adrenal medulla اللي هي طبعا الادرينالين والنور ادرينالين وبالذات الادرينالين prepare the body for strong muscular activity، بتحفز الجسم ل strong muscular activity and gear the body to give a fight or flight response. وده التعبير الشهير اللي موجود في كتب
الفسيولوجي خاص بالادرينالين والنور ادرينالين والريليز بتاعهم فايت اور فلايت ريسبونسز اللي هي استجابات الناتجه عن الفايتنج اللي هو العراك او الغضب الشديد والفلايت اللي هو الطيارين. ليه لقوا زي ما قلت لكم في الطيارين وفي الناس اللي في المعارك وفي الحروب والجنود واللعبوا رياضات عنيفه كم الادرينالين دايما عندهم عالي، وده اللي بيخليهم في الاوضاع اللي احنا بنشوفها من حاله الحذر الشديد وحالة الإثارة الشديدة وهكذا. ما زلنا مع الأدرينال المضلة. الأدرينالين اللي هو اللي قلنا المين هرمون influences many functions including intracellular metabolism. طبعا intracellular metabolism اللي هو ايه؟ الأيض بتاع الخلايا، الأيض الخلوي اللي هو بإطلاق طاقة أكتر من المعدلات الطبيعية، تمام؟ وبالتالي يكون عندي كم كبير من الحركة والوظائف في جسمي كلها، وخصوصا في المناطق اللي مطلوب منها حركات كتيرة أو actions أكتر من الطبيعي. It also intensifies and accelerates cardiac contraction and stimulates the constriction of arterioles. بيزود ضخ الدم وبيزود انقباض الاوعيه الدمويه عشان يسبب increase in the arterial blood pressure، وده يزود ضخ الدم لمين؟ زي ما قلنا البرين اساسي مع السكيليتال ماسل. في نفس الوقت الادرينالين بيعمل كل الزيادات دي، بيعمل حاجه ثانيه عكسها. On the other hand الادرينالين inhibits the contraction of smooth muscle of the stomach, intestine, bronchioles and urinary bladder اللي هي المناطق اللي مش محتاج مني ان انا اسرف في الطاقه او استخدم الطاقه فيها، انا مش محتاج دايجيشن دلوقتي حتى لو في اكل في المعده، بيهبط ده شويه لان الاكل اللي في المعده او الدايجيشن بيستهلك جزء من الطاقه. حركه الانتستين اي حركه داخل جسمي بتستهلك جزء من الطاقه حسب بقى الحركه، حركه شديده يبقى هتستهلك طاقه شديده، حركه بسيطه طاقه متوسطه وهكذا. يبقى لكن الادرينالين بما ان جسمي في مناطق اهم في حاله الاستريس، ايه هي المناطق الاهم؟ البرين والسكيليتال ماسل. الهارت ريت لازم يزيد، البلاد بريشر لازم يزيد، يبقى دول اللي محتاج لهم الطاقه العاليه تروح لهم. فبخلي الانتراسيلو ميتابوليزم بتاع هذه المناطق سواء كان الهارت او الارتريولز او تدي اقصى طاقه عندها، ووفر الطاقه اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في مناطق الايه؟ الدايجيشن او اليوناري بلادر. هنا عندنا ممكن فيديو بسيط كده هنشوف فيه، نحاول ان احنا نشغله، هنشوف فيه ايه بقى؟ هنشوف فيه قصة الايه؟ الريليز بتاع زي ما انتم شايفين، ادي الجزء الخاص بالنيرفو سيستم، ادي البرين لما بيدي اشارة من خلال السباينال كورد عشان توصل للادرينال جلاند عشان تبتدي تطلع الهرمونات تزود الهارت ريت بتاعنا، وده زي ما زاد الهارت ريت زاد كل الفيسيولوجي بتاع جسمي والبلاد بريشر وهكذا. فتحول الانسان من صوره طبيعيه في الوظائف بتاعته الى صوره اكثر قوه واكثر نشاطا في زي ما قلنا شايفين ستريس، تحول الى طاقه كبيره جدا نتيجة إيه؟ نتيجة إفراز المجموعة الكاتيكولامينز وأهمها الأدرينالين. زي ما تعودنا في مجموعة الهرمونات أو الغدد الصماء اللي اتكلمنا عليها سابقا، مجموعة الجلاندز الرئيسية، قلنا بنحط جدول في الآخر كده يمكن يساعد طلابنا الكرام في فهم ملخص للي اتكلمنا عليه أثناء المحاضرة. فعندنا الهرمونز اوف ذا أدرينال جلاند، عندي زي ما قلنا منطقة الكورتكس، منطقة غنية جدا بإفراز مجموعة الستيرويد هرمونز، ثلاث هرمونات الجلوكوكورتيكويدز، المين هرمون كورتيزول، المينرال كورتيكويدز، المين هرمون الألدوستيرون، ثم الأندروجينز اللي هي السكس هرمون. هنمسك واحد واحد سريعا كده ونقول الملخص. السكريتنج سيلز اللي هي موجوده في الكورتكس منطقه الجلوكوكورتيكويز بتفرز، او الخلايا اسمها زونا فاسيكولاتا والزونا ريتيكولاريس سيلز حسب الكميه المطلوبه. وهنا المين اكشن هيبقى عندي استيموليت الجلوكونيوجينيسيس من خلال تاثيره على الليفر وعلى المصل،
وستيميوليت فات بريك داون ان اديبوز تيشو اللي هي عمليه اللايبوليسيز عشان يديني مصدر للطاقه اقدر ان انا استخدمه طالما الجليكوجين ابتدى ينفذ. كمان انهبت بروتين سينسز بيقلل من البروتين سينسز بالذات في السكيليتال ماسلز، وده بيكون مهم زي ما قلنا عشان بيستخدم البروتين في امداد العضلات بالجلوكوز بتاعها. انهبت جلوكوز ابتيك ان ماسلز، وانهبت الجلوكوز ابتيك ان ماسل اند اديبوز تيشو لان هو محتاج يوصل الكم الاكبر اللي بيطلعه من الليفر او من عمليه الجلوكونيوجينيسيس للبرين والهارت. كمان الجزء الايمونولوجي اللي يمكن ما اتكلمناش عليه كتير عشان زمن المحاضرة، inhibits immunological response، ده immunosuppressive defect، وده مهم جدا في بعض الحالات اللي بيكون محتاج الجسم يعمل anti-inflammatory effect. حتى الكورتيزول له اسم كده علاجي، كورتيزون بيستخدم as anti-inflammatory effect، مضاد للالتهاب اللي بيتسبب ببعض الأمراض أو بعض الإصابات. وده الجزء الخاص ب تأثيره على الإميون سيستم، إميونو سابريسيف يعني مثبط لبعض الاستجابات المناعية، ومنها اللي هو أنتي إنفلوماتري. وده على فكرة شيء نافع، الأنتي إنفلوماتري شيء نافع بيتم من خلال هذه المجموعة من الهرمونات. نيجي للمينرال كورتيكويز، المنطقة اللي بيفرزها زونا جلوميرولوزا، عنده عملية استيميوليشن لي او ستيموليت اكتيف صوديوم ري ابزوربشن من الكيدني تيبيول، ستيموليت باسيف ووتر ري ابزوربشن الكيدني تيبيول. عمليه الري ابزوربشن يعني اعاده امتصاص للصوديوم والميه بالاكتيف او الباسيف، سواء محتاج طاقه او مش محتاج طاقه، عشان يظبط كميه الصوديوم في الجسم اللي ليها علاقه برضو بالمحتوى المائي اللي موجود في الخلايا. انكريزنج بلاد فوليوم اند بلاد بريشر، وده احد التأثيرات اللي بيعملها الالدوستيرون، وستيميوليت بوتاسيوم والهيدروجين ايون سكريشن، هنا ري ابزوربشن اعادة امتصاص، هنا سكريشن تخلص انتو نيفرون اوف ذا كيدني اند سبسيكوينت اكسكريشن للبوتاسيوم والهيدروجين ايون عشان تظبط البي اتش بتاعه هذه الخلايا او منطقه او الجسم بتاعنا. ثم الاخر مجموعه في الكورتكس الاندروجينز من منطقه فيسيكولاتا وبعضها الارتيكولاريس في الميل وفي الفيميل. في الميل في الذكور ريلاتيفلي سمول افكت كومبير تو اندروجينز فروم تيستس، يعني تاثيرها بسيط اذا قارناه بالاندروجينز اللي بتتم افرازها من المين سكس اورجان اللي هو التيستس او الخصيتين في الذكر. في الفيميل بيعمل ماسكولايزنج افكت، يعني زي ما قلنا بيظهر بعض التاثيرات الذكوريه لو تاثير او يعني كميته زياده شويه في السن الكبير بالذات، اكسسيف فيشيال هير اللي هو زياده في شعر الوجه. يبقى ده ملخص لثلاث هرمونات والمين فيسيولوجيكال افكت عندنا. في آخر سلايد عندنا زي ما قلنا قبل كده على الجدول الخاص بالمنطقة الثانية في الأدرينال جلاند اللي هي منطقة المظلة. فعندي قلنا الكاتيكولامينز تنقسم إلى أدرينالين والاسم الثاني إبينفرين، والنور أدرينالين أو النور إبينفرين، وعلى فكرة ده مشابه في تركيبه في الأكشن بتاعه للنيرو ترانسميتر الشهير اللي هو نور أدرينالين اللي بيتم إفرازه في الأوتونوميك نيرفا سيستم خصوصا في السيمباسيتيك باسويز. الأدرينالين والنور أدرينالين الخلايا الوحيدة اللي موجودة في المظلة الكروموفين سيلز، وزي ما احنا شايفين كده هيبقى التأثير الأكثر للأدرينالين وهو ده الكمية الأكبر الهرمونال، وبعديه يلي النور أدرينالين. الاثنين لهم علاقة بالفايت أور فلايت ريسبونس، وده التعبير الشائع والأعم لوصف تأثير هذه الهرمونات ودور المظلة في عمليات الاستريس. increase the supply of oxygen، تمام، supply of oxygen and glucose to the brain and muscles، منطقتين اللي هيكون فيهم تحكم في القرارات
وبعض المجهود اللي محتاجينه من skeletal muscle by increasing heart rate and stroke volume, vasodilatation, وانكريزنج كاتاليسيس اوف جلايكوجين ان ليفر، تحلل الجلايكوجين في الليفر، بريك داون اوف ليبيدز ان فات سيلز، كل ده عشان اطلع طاقه وازود اكسجين وازود جلوكوز لمين؟ للبرين والمسك. هلاقي هنا الجزء ده مشابه لمين؟ لدور النور ادرينالين تماما، بيعمل نفس الشغلانه ولكن باسلوب مختلف از نيرو ترانسميتر جاي من النيرفوس سيستم مع الهرمونال افكت اللي جاي من المظله. كمان لو ان الادرينالين دايليت ذا بيوبل، بيقلل بيسموه ايه، فتحه الجسم العين او الانسان العين، سبريس نون ايمرجنسي بودي ريسبونس زي الدايجيشن، بيعمل انهبشن او بيوقف شويه نون ايمرجنسي بودي بروسيسز اللي هي زي ما قلنا الوظائف الحيويه الغير مهمه في الطوارئ. المهمه في الطوارئ ايه؟ عندي البرين والمصل، باقي الاجهزه ممكن تستنى شويه، منها الجهاز الهضمي. سبريس اميون سيستم زي ما قلنا له علاقه بعمليه السبريشن الاميون سيستم، لان هو محتاج دلوقتي برضه الاميون سيستم ده اللي شغال 24 ساعه بيراقب الميكروبات وبيراقب اي حاجه بتخش جسمي، وده بيستهلك طاقه عاليه فبيظبط ده شويه. طبعا كل دي دقائق او وقت معلوم، وابتدي الجسم على كده يظبط عمليه الفسيولوجي بتاعه. يبقى احنا هنا الادرينالين والنور ادرينالين دورهم اساسي في الفايت or flight response، ومن ضمن الحاجات بتاعت نور ادرينالين increase skeletal muscle willingness اللي هي كفاءة skeletal muscle في العمل بتاعها. طبعا ده كده طلابنا الكرام تلخيص لمنطقة المظلة، وزي ما قلنا الهارت اساسي في منطقة العمل بتاع المظلة والskeletal muscle، وعشان كده بيبقى الستريس سيركمستانسز محفز اساسي لافراز هذه الهرمون من خلال السمباثيتك باس واي اللي احنا شرحناه. دي كانت نهايه المحاضره الخاصه بالادرينال جلاند، تعتبر محاضره 18 في سلسله المحاضرات اللي بداناها خاصه برنسبلز اوف هيومن فيسيولوجي لطلابنا الكرام في كل المستويات اللي بتدرس الاساسيات. وكمان دي نهايه سلسله المحاضرات الخاصه بالاندوكراين سيستم، بداناها من 7-8 محاضرات، وقسمنا كده في النهايه كل غدة من الغدد الكلاسيكية اديناها محاضرة لوحدها بالتفاصيل الأساسية الهامة، مع بعض طبعا معلومات كتيرة لسه ممكن ندرسها في كورس متقدم عن كده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون المحاضرة نافعة، علمي ينتفع به، وكل شيء واضح بالنسبة لكم طلابنا الكرام، وعذرا عن أي تقصير. نسأل الله يتقبله عملا صالحا وعلما ينتفع به لنا جميعا، وأن ينفع بكم وبنا كل البشرية الطيبة إن شاء الله تعالى. وأي سؤال أو استفسار أرجو أن أنتم لا تترددوا فيه على القناة، وأرجو مساعدة في نشر هذه الفيديوهات لتصل إلى أكبر عدد من طلابنا الكرام حتى يستفيدوا به إذا كان هذا في صالحهم إن شاء الله تعالى. ولا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.